أبنائي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الرحمن هنكمل حاجة اسمها التحويلات الهندسية، وده الباب الأخير في الهندسة، فعاوزين ناخده واحدة واحدة. اتعلمنا المرة اللي فاتت إزاي نمثل دول على الشبكة البيانية اللي إحنا عملناها، اتعلمنا الشبكة البيانية وعملناها بإيدينا، وبعدين عرفنا نمثل ده، وطبعًا كان معظم الناس كان رائع، عرفنا نصيب السين الأول وبعدين نصيب الصاد. نصيب السين ونصيب الصاد. جميل. هنشوف الكلام دلوقتي مع بعض، بس هناخد حاجة اسمها قواعد، حاجة اسمها التحويلات الهندسية، يعني انعكاس ودوران وانتقال، واحدة واحدة. قصة الانعكاس له ثلاث حاجات: انعكاس على محور السينات، الانعكاس ده عامل زي المراية، بعكس حاجة، بشوف حاجة بعكسها. طيب ايه القانون بتاع الانعكاس؟ يعني انا هشتغل بايدي ولا هعمل قوانين؟ لا، النهارده هناخد قوانين، مش هناخد انعكاس في المستوى العادي، هناخد انعكاس في المستوى الاحداثي اللي عملنا الحصه اللي فاتت في الشبكه البيانيه. ايه القوانين بتاعتي؟ الانعكاس في المستوى العادي غير الاحداثي، هناخد الاحداث النهارده، اول موضوع اسمه انعكاس على محور السينات، اتفقنا مع بعض الافقي ده اسمه محور ايه؟ السينات، مربوط له بالرمز سين، سين شرطه. ايه القاعده وهعمل ايه؟ القاعده بتقول لي لو طلب مني انعكاس على محور السينات هثبت السين، السين هسيبها زي ما هي، يعني ايه يا مستر اثبت السين؟ السين هنا كام؟ نصيب السين كام؟ ما احنا قلنا ده نصيب السين وده نصيب الصاد. هثبت السين يعني هثبت السالب 2، هسيبها زي ما هي مش هلعب فيها. وهغير اشاره الصاد، يعني دي زي ما هي بس هغير الصاد، هتكون سالب 3، اه يعني غير اشارتها، تمام. طب مستر تاني مثال، لا ده بدل مثال 2 و3 و4 و5. انا عايز انعكاس على محور ايه؟ سينات. يبقى هثبت السين اللي انت بتقول لي عليه هثبته، يبقى البدايه هثبت مش هغير، يبقى البدايه هثبت، البدايه يا شباب هثبت، هو بيقول انعكاس على المحور ايه؟ السينات، هثبت اثبت السين اللي هي الاربعه، وهغير اشاره الصاد، السالب 5 هحاول تبقى 5. مستر كمان حاضر، بس انا عاوز اعمل تركيز على حاجه واحده، اللي انت بتقول لي عليه هثبته مش هغيره، يبقى انا عاوز انعكاس على محور ايه؟ السينات، هثبت السين. كمان شويه هنشوف انعكاس على محور الصادات، هثبت الصاد. نرجع تاني، انا دلوقتي باخد انعكاس على محور ايه؟ اسمع، السينات، اللي انت بتقول لي عليه هثبته، انعكاس على محور السينات، هثبت السين، هثبت ده، السالب 4 هسيبها مش هلعب فيها. وهغير اشاره الصاد، هغير ده، ده سالب هخليها موجب 1. اه بدأنا نفهم. يبقى لو النقطة دي أنا عاوز أجيب صورتها بالإنعكاس على محور السينات، فين هو محور السينات ده؟ أثبته، أسيبه، أسيب التلاتة، وأغير إشارة الصاد، هغير ده هيكون سالب 5. آخر واحدة، أنا عايز إنعكاس النقطة دي على محور السينات، هثبت السين يعني هسيب الصفر، وهغير إشارة الصاد. طب هو الصفر له إشارة؟ لا، هيفضل زي ما هو. أنا هعمل بس حاجة سريعة كده، عايز تاني من غير كلام كتير، أهو مع بعض تاني، أنا عاوز انعكاس على محور السينات، انعكاس على محور السينات، هثبت السين. تيجي نثبتها مرة واحدة؟ يلا نثبتها مرة واحدة، هثبت كل السين دي، هثبتها كلها زي ما هي، يعني هسيب ده وأسيب ده وأسيب ده وأسيب ده وأسيب ده، هثبت السين اللي هي سالب 2، الأربعة، السالب 4، التلاتة، الصفر، ونغير إشارات الصاد. يلا التلاتة دي هتبقى إيه؟ شاطر، سالب 3. طب والسالب 5؟ موجب 5. طب والسالب 1؟ 1. طب والخمسة؟ يبقى سالب 5. والصفر ملوش إشارة، يفضل زي ما هو صفر. يلا بقى نسمع القاعدة مع بعض. انعكاس على محور السينات، أثبت السين وأغير إشارة الصاد، يبقى اللي أنت بتقول لي عليه هعمل فيه إيه؟ أثبته. طب خرج لي بقى نفسك بره الكلام ده وخد لي نقطة من عندي، أهي 5 وسالب 2. أنا عاوز انعكاس النقطة دي على محور السينات، 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 بثبت السين، بثبت السين اللي هي تنزل ما بلعبش فيها، وأغير إشارات الصاد، هتكون الناتج موجب 2، يبقى 5 وموجب 2. كمان واحدة، سالب 3 و7، انعكاس على محور السينات، السينات، بنثبت اللي بتقول لي عليه بثبته، ما بغيروش، بثبته، بثبت السين اللي هي كام؟ السالب 3، وأغير إشارة الصاد، يبقى الناتج سالب 7. جميل. في ناس توقعت ايه اللي هيحصل في الانعكاس على محور الصادات. طب بص كده القاعده الثانيه، بيقول لي لو انعكاس في محور الصادات، المرايه المره دي هتكون محور الصادات، هثبت الصاد اللي بتقول لي عليه هثبته، هثبت الصاد واغير اشاره السين. طب وريني كده،
حسبت الصاد، يعني الصاد دي حاسبها فين السين؟ مش احنا اتفقنا مع بعض يا اولاد ان الزوج المرتب ده نصيب السين وده نصيب الصاد؟ صح. اللي انت بتقول لي عليه حسبته، هو عاوز انعكاس على محور ايه؟ الصادات. حسبت الصاد، الصاد تنزل، يعني انزلي يا ثلاثه زي ما انت، مش هلعب فيك، هغير اشاره السين. بدات افهم، وبدات الناس المحترمه اللي احنا مربينها تفهم. يبقى اللي هو بيقول لي عليه حسبته وغير التاني، يبقى تاني انعكاس على محور السينات، هسيب السين هثبته وراح اغير الصاد. طب المره دي انعكاس على محور الصادات، هثبت الصاد، هثبت ده هسيبه سالب خمسه، مش ده الصاد، وغير السين سالب اربعه. طب انعكاس على محور الصادات، بناكد بثبت الصاد بثبته السالب واحد زي ما هو، واغير اشاره السين هيكون الناتج اربعه. طب انعكاس على محور الصادات، بثبت الصاد خمسه واغير اشاره السين سالب ثلاثه. انعكاس على محور الصادات، بثبت الصاد صفر واغير اشاره السين هيكون الناتج صفر، لان الصفر مش اشاره. طب اخر مره لوحدنا بقى، وقلنا بنعملها مره واحده. قال لي انعكاس على محور ايه؟ الصادات. يبقى بثبت ايه؟ الصاد. تيجي نثبتها مره واحده في الثلاث نقط ولا الاربع نقط ولا الخمس نقط، انت بتقول لي بثبت ايه؟ الصاد. هثبت الصاد كلها، كلها تنزل. ايه الصاد كلها تنزل؟ ايه؟ ثلاثه سالب خمسه مش هلعب فيها، السالب واحد، الخمسة، الصفر. نزلت الصاد كلها، اللي انت بتقول لي عليه ثبته، وهغير اشارات السين كلها. يلا هيبقى الناتج 2 سالب 4 موجب 4 سالب 3 والصفر ملوش اشاره. جميل. يبقى ناكد تاني، لو جبت لك نقطه زي كده سالب 2 و5 وطلبت منك طلبين، لو انا عايز انعكاس على محور السينات هعمل ايه؟ ولو انعكاس على محور الصادات هعمل ايه؟ جميل. انعكاس على محور ايه يا مستر؟ السينات. انت علمتنا يا مستر خلاص، هثبت السين، السينات هثبته. يطلع من بقك البدايه غير ولا ثبت؟ لا اثبت. يبقى البدايه اثبت، البدايه اثبت، هثبت السين اللي انت بتقول لي عليه وهغير الصاد. برافو. طب انعكاس على محور الصادات، هثبت البدايه ثبت، من البدايه مش هغير، هفضل اكد البدايه ايه؟ اثبت. انعكاس البدايه ايه؟ اثبت، اثبت، اثبت الصاد اللي انت بتقول لي عليه خمسه وهغير اشاره السين هيكون الناتج 2. جميل. طب وايه القاعده الثالثه؟ طب انا عرفت انعكاس على محور السينات وانعكاس على محور الصادات. طب دلوقتي انا هاخد انعكاس في نقطه الاصل. يعني ايه نقطه الاصل يا مستر؟ نقطه الاصل اللي هي تقاطع المحور، نقطه التقاطع اللي برمز لها بالرمز واو. انا عاوز انعكاس في نقطه الاصل، ايه القاعده؟ أنا سامع مفيش تثبيت، بغير الإشارتين، القاعدة حفظ بغير الإشارتين. طب ما ده سهل يا مستر. هغير الإشارتين، السالب 2 تتغير تبقى موجب 2، والتلاتة تتغير تبقى سالب 3. انعكاس على محور السينات ولا الصادات ولا الأصل؟ لا المرة دي نقطة الأصل، اللي نقطة الأصل مفيهاش تثبيت، بغير الإشارتين، يبقى الأربعة تكون سالب 4 والسالب 5 تكون موجب 5. قبل ما نكمل تعالى لي كده شوية ونقول نقطة نجيب لها التلات انعكاسات اللي احنا عرفناهم. ادي سالب خمسة وتلاتة، الناس المحترمة خلاص فهمت اللعبة. ادي واحد اتنين تلاتة. لو انا عاوز انعكاس على محور السينات هعمل ايه؟ انعكاس على محور الصادات هعمل ايه؟ انعكاس في نقطة الأصل هعمل ايه؟ تعال نشوف. بالله عليك ركز في الكلام اللي احنا بنقوله وثبته. انعكاس على محور السينات البداية ايه؟ أنا سامع أهو، أثبت ولا أغير؟ أثبت جدع، أثبت السين اللي هو السالب خمسة، وأغير الصاد اللي هو سالب ثلاثة. شاطر. طب انعكاس في محور الصادات، البداية أثبت، البداية أثبت، أثبت اللي هو بيقول لي عليه، هو بيقول لي صادات هثبت الصاد اللي هي ثلاثة، وهغير إشارة السين اللي هي بدل سالب خمسة تبقى موجب خمسة. طب انعكاس في نقطة الأصل، لا أنا عرفت إن المصري بيقول لي ما بثبتش حاجة، بغير الإشارتين، يعني دي سالبة نخليها موجبة. ودي موجبة نخليها سالب. كده انا غيرت الاشارتين. نرجع نكمل، انت عاوز انعكاس في نقطه ايه؟ الاصل. الاصل ارجع تاني بالكلام بتاعي، انعكاس النقطه دي في نقطه الاصل بعمل ايه؟ بغير الاشارتين، ما بثبتش حاجه. السالب 4 هتبقى موجب 4 والسالب 1 هيبقى موجب 1. طب الانعكاس في نقطه الاصل، النقطه 3 و5 بغير الاشارتين، ال 3 تبقى سالب 3 وال 5 تبقى سالب 5. طب انعكاس في نقطه الاصل، بغير اشارتين، وهو صفر الاشاره؟ لا تنزل زي ما هي. طب وصفر الاشاره؟ تنزل زي ما هي. لاخر مره قبل ما اخش في اللي بعدها اللي هي سهله جدا، عايز برضه مثال صغير كده للناس المحترمه. يعني انت ممكن سيادتك توقف وتعمله لوحدك. النقطه سالب 3 و4
عايز اجيب لها اخر مرة انعكاس السينات، ثبت بقى دماغك، انعكاس الصادات اللي ساعات ارمز له بالرمز سين سين شرطة، ساعات ارمز له بالرمز صاد صاد شرطة، انعكاس في نقطة الاصل اللي هي واو. انعكاس على محور السينات، سمع لنفسك، اصل هي شوية قوانين سهلة. انعكاس في نقطة الاصل، انعكاس على محور السينات، سينات سينات سينات، اثبت السين واغير اشارة الصاد. انعكاس على محور الصادات، اثبت الصاد فين؟ فين الصاد؟ اهي تنزل تثبتها، ما تعبش فيها، واغير اشارة السين. جدع. طب انعكاس في الاصل ما بثبتش حاجة، بيتغيروا، السالب هيكون موجب والموجب هيكون سالب. جميل. اخر قاعدة هنشوفها وبعدين نشوف امثلة. احنا اتفقنا مع بعض ان التحويلات الهندسية عبارة عن انعكاس وانتقال ودوران. انا خدت النهاردة الانعكاس باشكاله الثلاثة، الانعكاس في نقطة الاصل، الانعكاس على محور السينات، والانعكاس على محور الصادات. باخد دلوقتي دوران بزاوية موجب او سالب 180. يعني ايه؟ يعني دوران حول نقطة الاصل. النقطة لو كانت هنا، عاوزين نلفها 180 درجة حول نقطة الاصل. يا ترى بالموجب ولا بالسالب؟ ده في المستوى العادي، لان عاوز النهارده في المستوى الاحداثي، مش عاوز تركيز الا في القانون. شكل القانون ايه بتاع انعكاس في نقطه الاصل عرفنا، شكل انعكاس ايه في نقطه في محور السينات عرفنا، شكل انعكاس في محور الصادات عرفنا. عاوز اشوف بقى دوران، دوران بزاويه موجب او سالب 180. احيانا يقول لي موجب 180، احيانا يقول لي سالب. المهم ايه القاعده يا مستر؟ بنغير اشارتين. الله، بنغير اشارتين؟ ما انا لسه شايفها من شويه كلمه بغير اشارتين دي. صحيح، بغير اشارتين، ده انعكاس في نقطه الاصل. هي مش هو اللي كاتبها كده، زي الانعكاس في نقطه الاصل بالظبط. ايه ده مفيش قاعده جديده بقى. اذا نتفق اتفاق، لو جه قال لي انعكاس في نقطه الاصل ده يكافئ ايه؟ يعني زي ايه؟ هي دوران حول نقطه الاصل بزاويه موجب او سالب 180. يعني ايه يا مستر؟ يعني هغير الاشارتين. يعني نفس لما يجي يقول لي النقطة 5 وسالب 2 صورتها بالانعكاس في نقطة الأصل، وبالدوران بزاوية 180 بالموجب أو السالب، نفس الإجابة، بغير الإشارتين، ده الموجب هيبقى سالب 5 والسالب هيبقى موجب 2. يعني نفس القاعدة. نفس القاعدة. إذا دلوقتي يا مستر، قبل ما أعمل المثال ده، دلوقتي أنا بقى معايا أربع قواعد، اتنين منهم يكافئوا بعض. لما اجي اقول لك انا عايز صوره النقطه سالب 3 و5، ادي 1 2 4 برانشات اهو. يلا يا سيدي، انا عايز انعكاس على محور السينات. ركز معايا بقى، خلاص، انعكاس على محور الصادات، انعكاس في الاصل، دوران بزاويه موجب او سالب 180، دوران. طب يلا، انعكاس على السينات اسهل حاجه، بثبت البدايه، بعمل ايه؟ بثبت السين، يعني بسيب السالب 3 زي ما هي ما بلعبش فيها، واغير اشاره الصاد هيبقى سالب 5. طب انعكاس الصادات اللي انت بتقول لي عليه هثبته، فين الصادات؟ هي دي ولا دي؟ لا، دي الصادات، اثبتها واغير اشاره السين تبقى موجب 3. انعكاس في الاصل، بغير الاشارتين، السالب ده هخليه موجب والموجب ده هخليه سالب. طب دوران بزاويه موجب او سالب 180، هي انعكاس النقطه الاصل، بغير الاشارتين، يعني سالب 3 هتكون 3 والخمسه هتكون سالب 5، يبقى ده يكافئ ده، كان ما بخش تحويل جديد. جميل. تعال نشوف بقى المثال قدام اهو. انا عايز دوران بزاويه موجب او سالب 180، ده ايه؟ ده زي ايه؟ ده زي الانعكاس في النقطه الاصل، بغير الاشارتين، السالب ده هيكون موجب 2 والموجب ده هيكون سالب 3. انعكاس في نقطة الأصل، هي دوران بزاوية موجب وسالب 180، بغير الإشارتين، يعني سالب 4 وموجب 5. دوران موجب وسالب 180، قاعد أكرر، هو نفسه الانعكاس في الأصل، يعني بغير الإشارتين، موجب 4 وموجب 1. دوران بزاوية موجب وسالب 180، بغير الإشارتين، سالب 3 وسالب 5. نقطة الأصل، لما بغير الإشارات، الصفر ملوش إشارة، الصفر ملوش إشارة ينزل. وتعالى نشوف أول مثال حقيقي قدامنا. طب قبل ما نشوف المثال، نلم الدنيا كلها بقى. في عندي ثلاث نقط، ألف وب وجيم. أنا شايف يا مستر كلمة شرطة شرطة شرطة، إيه شرطة دي؟ برمز لو كانت الألف هي ده الأصل بتاعي، الصورة برمز لها بالرمز ألف شرطة. يعني لو الألف اسمه دي النقطة الأصلية، صورتها بدل ما أقول ألف وألف بسميها ألف شرطة. أوكي.
يبقى الالف والالف شرط. ماشي، طلباتك يا مستر عايز ايه؟ انا عايز الثلاث نقط دول نجيب لهم صورهم، مره بالانعكاس على السينات، مره بالانعكاس على الصادات، مره بالانعكاس والاصل، مره بالضرب بموجب وسالب 180. طب قبل ما اكمل، دول زي بعض ولا لا؟ اه يا مستر، ما انت لسه قايل ان الانعكاس والاصل هي نفس الضرب بزاويه موجب وسالب 180 بغير الاشارتين. طب تعالى نلم الدنيا. انعكاس على محور السينات، بثبت السين مره واحده، اللي انت بتقول لي عليه بثبته مش بغيره، بثبت السين، السين هي تنزل يعني الواحد والخمسه، والخمسه ينزلوا، وغير اشاره الصاد يعني الواحد ده هيكون سالب واحد وسالب واحد وسالب ثلاثه، ده انعكاس على محور السينات. جميل. طب انعكاس على محور الصادات، راجع معايا، انعكاس على محور الصادات بثبت، بثبت مين؟ الصاد، الصاد تنزل الواحد الواحد الثلاثه، وغير اغير مين؟ السين، الواحد هيكون سالب واحد بغير الاشاره، والخمسه تبقى سالب خمسه، والخمسه تبقى سالب خمسه. جميل، كلام سهل وبسيط بس تبقى مركز فيه. انعكاس النقطه الاصل، لا ما بثبتش، ده انا بغير الاشارتين، الاشارتين يتغيروا، يعني الواحد هيكون سالب واحد بغير الاشاره، الواحد هيكون سالب واحد، الخمسه هتكون سالب خمسه، والواحد هيكون سالب واحد، الخمسه هتكون سالب خمسه، والثلاثه هتكون سالب ثلاثه. طب اخبار ده ايه؟ دوران بزاويه 180. اه مستر، ما هي هي انعكاس في نقطه الاصل. بعمل ايه دكاتره؟ بغير الاشارتين، يعني الواحد هيكون سالب واحد، نفس الكلام الواحد بغير اشارته سالب واحد، كذلك الحال سالب خمسه، الخمسه بقت سالب خمسه، والواحد سالب واحد، بغير الاشارتين سالب خمسه وسالب ثلاثه. كده احنا اكدنا على الاربع قوانين. انعكاس على السينات بثبت، بثبت السين اغير. ارجوك ما تخليش بقك يقول الاول اغير، الاول بعمل ايه؟ بثبت. يبقى اخر مره، البدايه اثبت ولا اغير؟ بالنسبه للسينات اثبت، اللي انت تقول لي عليه هثبته السينات وغير اشاره الصاد. طب بالنسبه للصادات اثبت الصاد وغير اشاره السين. انعكاس في الاصل بغير اشارتين، دوران بزاويه 180 موجب او سالب برضه بغير اشارتين. تعال نشوف بقى امثله حقيقيه قدامي بالتمثيل بقى اللي احنا اتعلمناه المره اللي فاتت. طيب بيقول لي مثلث الف ب ج، عندي الالف بواحد واثنين، البه بخمسه واثنين، الجيم بثلاثه وخمسه. قال لي اوجد صورته بالانعكاس على محور السينات. شباب دي الكراسه بتاعت الرسم البياني بتاعي. فيها الجزء اللي انا هرسم فيه والجزء اللي هنا الابيض اللي انا بشتغل فيه جدول او غيره. يبقى دي الكراسه بتاعتي. بتاعت الرسم البياني. كويس. بعمل الجدول هنا اللي انا هعلمه لك. والرسمه هنا. اذا كل تمرين في دول من اللي انت هتاخده واجب بيبقى المنظر كده، كراسه الرسم هنا اهي اخر مره، الصفحه دي اللي بكتب فيها، الصفحه دي اللي برسم فيها، هنا هعمل الجدول بتاع اللي هعلمه لك، انما هنا هرسم الشبكه بتاعتي اللي احنا هنشتغل فيها. خلاص خلاص، تعال نشوف الحكايه بقى، هرسم ايه وهعمل ايه اللي انت هتعلمه لي يا مستر. اول حاجه بعمل الجدول بتاعي، جدول مكون من خانتين، النقطة والصورة، جدول مكون من خانتين، كبير كده فين؟ في الصفحة البيضاء اللي بشتغل فيها مش في الصفحة اللي هرسم فيها. أنا طبعًا الشبكة البيانية مش قدامي بس أنا عامل لك شكل كروكي للشبكة البيانية اللي علمناها مع بعض الحصة اللي فاتت. النقطة والصورة، أنا عندي كام نقطة؟ ثلاثة، اسمهم إيه؟ ألف، يبقى ألف أنقلها، ما بعملش حاجة إلا بنقل بس، واحد واثنين. والب خمسة واثنين. والجيم ثلاثة وخمسة. جميل. عايز اجيب الالف شرطه والب شرطه والجيم شرطه، اللي احنا قلنا الصوره بحط لها شرطه بس، يبقى الالف شرطه ايه؟ الب شرطه ايه؟ الجيم شرطه ايه؟ وقف شويه. مستر حفظت القوانين والله، وقفت الفيديو وحفظت القوانين. انا عاوز انعكاس على ايه يا شباب؟ محور السينات. بدل ما تمشي نقطه نقطه، طب ما نشتغل بالجمله، انعكاس على محور السينات بعمل ايه؟ البدايه بعمل ايه؟ بثبت ولا بغير؟ بثبت. هثبت كل السينات، الواحد والخمسه والثلاثه ينزلوا، الواحد والخمسه والثلاثه ينزلوا. وبغير اشارات الصاد، يعني الاثنين تكون سالب اثنين، والاثنين تكون سالب اثنين، والخمسه تكون سالب خمسه. جميل، يبقى ثبتنا السين، غيرنا الصاد، اصل هو اللي بيقول لي عاوز انعكاس على محور السينات. وتعالى نرسم. هنرسم الاصل الاول ونوصل بينهم، نوصل؟ اه طبعا، مش احنا اتعلمنا المره اللي فاتت ازاي نرسم بس ما اتعلمناش ازاي نوصل. يلا بقى. اول حاجه الواحد والاثنين، نصيب من الاول يا اولاد؟ ما احنا قلنا الواحد والاثنين، بعمل افقي الاول كده بايدي، نصيب السين واحد، ما انا عندي واحد هنا واحد هنا، لا نصيب الافقي الاول، الواحد. وقف بايدي لحظيا عليها، لحظيا كده. واطلع قصاد الاثنين، يبقى هي دي، اكس صغننه تعمل زي كده.
وتكتب عليها اسمها، اسمها ألف. الب خمسة واتنين خمسة، واطلع اتنين، شاطر، خمسة، وقف لحظة واطلع قصاد الاتنين واسمها ب. النقطة ج تلاتة وخمسة، تلاتة نصيب الأفقي الأول، تلاتة أقف لحظة عليها واطلع قصاد الخمسة أهي. ما تقوليش تلاتة وخمسة عاملهم إيه؟ لا، تلاتة واطلع قصاد الخمسة وأعمل إكس كده صغيرة وأكتب الجيم. سيادتك أنت اتعلمت معايا كده؟ لا، أنا عاوز أوصل بقى. بتجيب المسطرة، الكلام ده بقلم يكون رصاص، وتوصل ما بين الألف والب، وما بين الب والجيم، وما بين الألف والجيم. وده تكتب عليه كده خفيف، ده الأصل. خفيف كده اصل، ده الاصل بتاعي. طيب عاوزين نشوف الصوره. انا عملت الالف شرطه والب شرطه والجيم شرطه. عاوز اشوف عملت الالف والب والجيم، عاوز اعمل الالف شرطه والب شرطه والجيم شرطه. الالف شرطه واحد وسالب اتنين، ايوه نصيب من الاول الافقي واحد اهو. ولا ده؟ لا الافقي يا مستر ما تضحكش عليا، الافقي هو الاول وبعدين اطلع ينزل. ده سالب 2، اطلع ولا انزل؟ لا هنزل قصاد السالب 2 اكس صغيره واكتب عليها الالف الشرطه. جدع. طب والب شرطه 5 وسالب 2، نصيب الافقي الاول 5 وانزل سالب 2 اكس صغيره، اكس صغيره واكتب عليها ب شرطه. جميل. فاضل لي واحده الجيم شرطه. احنا اتعلمنا التمثيل المره اللي فاتت، كان كل الناس رائعه. جيم شرطه 3 وسالب 5، نصيب السين فين فين فين؟ الافق ولا الراس؟ لا الافق الاول يخلص يا مستر 3 وانزل قصاد السالب 5 واعمل اكس صغيره واوصل ما بينهم بالمسطره مش بايدك. يبقى دي اسمها جيم شرطه واكتب عليها كلمه صوره. جميل. يبقى انا عندي الوقت الاصل والصوره. تلاحظ ان شبه المرايه بالظبط، كانه بيبص في المرايه، بيبص في المرايه على محور السينات، يبقى محور السينات كانه مرايه. انا لا رسمت، انا ولا عملت، انا عملت القاعده اللي المستر علمها لي. فعلا تصدق مستر كانه صورته بالانعكاس على محور ايه؟ السينات. فعلا يا مستر الكلام سهل وجميل بقاعده، لان احنا هناخد الكلام ده في المستوى العادي بالادوات، انما احنا لغايه دلوقتي بناخد قوانين انعكاس على محور السينات، بنعمل جدول مقابل خانتين. يبقى ركز معايا في خلاصه المساله، خلاصه المساله دي كرستي، والامثله اللي المسرح هيديها لي في الواجب هقوم قاسم السبوره بتاعتي او الصفحه الكراسه بتاعتي فيها نصين. عملت هنا جدول الجميل النقطه والصوره، الالف الف ب ج، الف شرطه ب شرطه ج شرطه. السينات بثبت السين وغير الصاد، عملت جدول وانا حريف في الوقت يا مستر، بعمل الشبكه بتاعتي زي ما المستر علمها لي، وقلنا بنمشي الخطوط الرفيعه والصغير، بنمشي على الخطوط الثقيله وزي ما اتعلمنا المره اللي فاتت تماما، وناخد ده ونروح نمثله. مثلناه، اقلب الصفحه صفحتين تانيين للمثال اللي جاي. وصلت؟ يبقى القاعده اللي هتتغير في المثال اللي جاي. طب تعال نشوف الراجل ده عايز مني ايه. عايز مني الاتي، قال لي ارسم مثلث ا ب ج. اوكي، قال لي الالف والب والج، بس اول المره دي انعكاس على محور ايه؟ الصادات. طب تمام. طب يلا نكتب النقطه والصوره كالمعتاد. دي كرستي قسمت الصفحه بتاعتي مقسومه هنا الكتابه وهنا الرسمه. الكتابة عملت جدول مقام الخانتين، النقطة والصورة، الألف، الب، الجيم. ده لو كان اسمهم ألف وب وجيم. واحد واثنين، الب خمسة واثنين، الجيم ثلاثة وخمسة. الصورة بنحاول نسميها شرطة عشان نفرق ما بينها وما بين الأصل، ب شرطة، جيم شرطة. أنا سامع الناس المحترمة بتقول القاعدة. انعكاس على محور ايه يا مستر؟ الصدر. بدل ما اعمل نقطه نقطه بنشتغل بالجمله، بس بعمل ايه القاعده بتاعتي؟ البدايه ايه؟ نثبت ولا نغير؟ لا نثبت. جدع. يبقى بنثبت ايه؟ اللي هو بيقول لي عليه بثبته، تاني هو بيقول لي صادات، هثبت مين؟ الصاد، اثبت الصاد اللي هو الاثنين والاثنين والخمسه، مره واحده الاثنين والاثنين والخمسه، ثبتهم. واغير اشاره السين، هيكون هنا سالب واحد، سالب خمسه، سالب ثلاثه. ونروح نرسم الاصل ونرسم الصوره. والله كلام جميل يا مستر، سهل الكلام. تعالى الالف واحد نصيب الافقي واطلع اتنين اكس صغيره. طبعا انا مش عاوز اعمل اكس لان الالف اصلا بطبيعه الحال تقيل شويه، فباين من عندك دي اسمها الف، انما انت تعمل اكس صغيره مش دبشه شبهك كده، لا حاجه صغيره كده لطيفه. طب والب خمسه واتنين، خمسه واطلع اتنين واعمل اكس، دي الب. طب والجيم ثلاثه نصيب الافقي واطلع خمسه، جميل يا مستر، اسمها جيم.
واوصل بايه؟ بالمسطره مش بايدي، واوصل بالمسطره واكتب عليه اصل، وده سهل. طب عاوزين نمثل الصوره. ألف شرطة نصيب مين يا شباب؟ خلاص اتعلمنا التمثيل المرة اللي فاتت، الحصة اللي فاتت، سالب واحد يبقى نصيب الأفقي الأول، ما تقوليش سالب واحد أهو، لا سالب واحد الأفقي الأول أهي، أقف لحظتين عليها. وبعدين أطلع عندي الاثنين وإكس صغيرة واسمها ألف شرطة، شرطة. طب ب شرطة سالب خمسة واثنين، سالب خمسة وأطلع قصاد الاثنين، أهو سالب خمسة وأطلع قصاد الاثنين، إكس صغيرة اسمها ب شرطة. ج شرطة سالب ثلاثة وخمسة، سالب ثلاثة واطلع الخمسة اسمها جيم شرطة، ووصل بإيه؟ بالمسطرة. وصلت بالمسطرة وكتبت عليها صورة. طب يا مستر أوكي ده حاجة واضحة فعلا، نصدق محور الصادات مراية بالنسبة للمثلث وصورته فعلا. أنا لا عملت مراية ولا رسمت، أنا عملت القاعدة بتاعتي انعكاس على محور الصادات اللي أنت بتقول عليه بثبته، طلع المنظر الجميل ده. أنا عايز قبل ما نكمل أمثلة سيادتك ممكن توقف وتنقل المثال عشان تتاكد انك بيرفكت فيه، ما تقوليش انا فهمت شفوي وحفظت القاعده. خبي، خد المثال، ارسم، شوف حل المستر عامل ازاي. اوكي ده الحمد لله فهمت، فهمت وطبقت. اللي بيختلف في المساله والثانيه ايه؟ القاعده، انا عرفت اربع قواعد. اول حاجه انعكاس على محور السينات، اثبت السين، اغير اشاره الصاد. انعكاس على محور الصادات، بثبت الصاد وبنشتغل جمله مش قطاعي، يبقى بثبت الصاد وغير اشاره السين. طب يلا اللي جايه بقى، انعكاس في نقطه الاصل. بعمل ايه في انعكاس في نقطه الاصل؟ تعال نشوف. قال انا عايز صوره المثلث من انعكاس في نقطه الاصل. طب يلا عملنا جدولنا الجميل في الصفحه البيضاء وفي الصفحه بتاعه البياني، هنرسم الوقت مع بعض الالف والب والجيم. الالف بكام يا شباب؟ 5 و2، الب 2 و4، الجيم 1 و1. الالف شرطه، استنى كده مستر لما افكر نفسي بالقوانين، الف شرطه ب شرطه ج شرطه. مستر ده انعكاس ايه؟ في نقطه الايه؟ الاصل، الاصل الاصل. ده انا بغير الاشارتين ما بثبتش حاجه، الاثنين بيتغيروا. لو كان موجب نخليه سالب، لو كان سالب نخليه موجب. طب ده خمسه نخليه احنا سالب خمسه، والاثنين نخليها سالب اثنين. طب والاثنين سالب اثنين، والاربعه سالب اربعه، والواحد سالب واحد، والواحد سالب واحد. يبقى غيرنا الاشارتين. جميل، تعالى بقى كده نروح نمثل وانتوا بقيتوا حريفه ما شاء الله عليكم. خمسه والاثنين ماشي، نصيب الافق الاول يا مستر خمسه واطلع اثنين واعمل اكس صغيره واسميها الالف. الب اثنين واربعه، نصيب السين الافق اثنين واطلع قصاد الاربعه اسمها الب. الجيم واحد 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 واطلع واحد اكس اسمها جيم. وهنوصل بايه الدكاتره؟ بالمسطره، وده الاصل بتاعنا. جميل، تعال نشوف الصوره. الف شرطه سالب خمسه وسالب اثنين، سالب خمسه واطلع سالب اثنين وانزل او اطلع. طبعا احنا اتفقنا مع بعض سالب خمسه وسالب اثنين، ايه رايك؟ سالب خمسه دي؟ لا يا مستر ما تضحكش عليا، انا نصيب الافقي الاول سالب خمسه وفاضل يطلع ينزل. سالب خمسه لغايه دلوقتي خد بالك انا ما جبتلكش نقط محوريه عشان اللي تلبخك، لغايه دلوقتي الموضوع سهل. سالب خمسة فاضل ينزل يطلع، لا هنزل سالب اثنين قصادها واعمل الاكس بتاعتي واسميها الف شرط. طب سالب اثنين وسالب اربعة، نصيب الافقي الاول سالب اثنين فاضل يطلع ينزل، وانزل عند السالب اربعة واعمل الاكس بتاعتي واعمل عليها ب شرطة. طب الجيم شرطة سالب واحد وسالب واحد، سالب واحد وانزل عند السالب واحد واعمل الجيم شرطة. واوصل بالمسطرة كالمعتاد، والناس الافاضل المحترمه شافت الكلام الجميل ده شكله ايه؟ ودي الصوره. عارف عاملين ايه؟ انعكاس في نقطه الاصل، يعني النقطه بتاعت الاصل دي اللي هي نقطه الواو، كان انا عكست المثلث ده صورته بالانعكاس في نقطه الاصل، لا هو انعكاس على محور الصادات ولا هو انعكاس على محور الصادات، انعكاس في نقطه الايه؟ الاصل. بالمناسبه بقى وانت بتشتغل وبترسم انت بتلاقي ان الصوره او طبق الاصل، احنا حتى بنسميها طبق الاصل، الاقي واحد ضعيف شويه في التمثيل مع ان احنا بقينا بيرفكت في التمثيل المره اللي فاتت واي ديفو عالجناه، الاقي واحد راسم لي الاصل عامل كده. وعشان امثل نقطه غلط مطلع لي الصوره عامله كده، ازاي يعني بالله عليك ازاي ده الاصل وده الصوره؟ ازاي؟ يبقى تعرف ان الشغل غلط، غلط في ايه؟ حاجه من اثنين، يا غلط في الجدول نسيت غير اشاره او اتهيالك انك غيرتها او غلطت في التمثيل.
يبقى تمشي واحده 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 واحده. اللي هيبين لي ان صح شغلها صح ولا هيك كوبي منه بالظبط، بس انعكاس نقطه الاصل، انعكاس على محور الصادات، انعكاس على محور السينات. انما ينفع كده وتقول لي انا خلصت المساله؟ ينفع تفرجني كده؟ استحاله طبعا. يبقى انت اكيد غلطان في حاجه، غلطان في ايه؟ يا اما غلطان في التمثيل، يا اما غلطان في القانون بتاع الجدول نفسه. واحنا مش هنغلط ان شاء الله طول ما انا ماشي واحده واحده. القوانين حفظناها الاربعه، انعكاس على السينات بثبت السين غير اشاره الصاد، انعكاس على الصاد بثبت اللي هو بيقول لي عليه الصاد وغير السين، انعكاس في الاصل هو نفسه دوران بزاويه 180 بغير الاشارتين. والتمثيل نصيب السين الاول وبعدين نصيب الصاد لاستعجال. تمام. نشوف اخر مثال معانا اللي احنا حرفها فيه انعكاس في نقطة الأصل هو نفسه دوران بزاوية 180 حول نقطة الأصل، كأني بعمل المسألة اللي فات بالظبط. طب يلا. بيقول لي أنا عايز صورة المثلث بالدوران بزاوية 180 حول نقطة الأصل. طب أوكي، نحط الأصل برضه كالمعتاد، الصفحة بتاعتي اللي في اليمين بعمل فيها الجدول، اللي في الشمال بعمل فيها التمثيل البياني. الألف، الب، الجيم، الألف 1 و2، الب 5 و2، الجيم 3 و5. الالف شرطه والب شرطه والجيم شرطه، ما تكتبهمش الا لما تراجع القاعده وتكتبهم بنظافه. يلا يا سيدي، دوران بزاويه 180 اهو، ده يكافئ ايه؟ ده هو انعكاس في نقطه الاصل. يعني بغير اشارتين، ما خدناش قوانين كتير، بغير اشارتين يبقى سالب 1 وسالب 2. طب يلا، سالب 5 وسالب 2 بغير اشارتين، سالب 3 وسالب 5. ممتاز. هتلاقيكي بص، هتلاقي نفس المنظر كده، يعني كانه انعكاس في نقطه الاصل. يبقى دوران بزاويه 180 هتلاقيه يكافئ ده، شبهه بالظبط، بس طبعا ما اختلف المثال، المثال مختلف عن المثال، بس هتلاقيه يكافئ والشكل بتاعه شبه انعكاس في نقطه الاصل. تعال نشوف. يلا نمثل الالف 1 و2، 1 واطلع 2 واعمل اكسايه صغيره كده شبه جميله، وواحد الف. الب 5 و2، 5 واطلع قصاد الاثنين يبقى دي الب. الجيم 3 واطلع 5 ودي الجيم، ونوصل بايد الدكاتره بالمسطره مش بايدي، وصلنا بالمسطره ونسمي ده الاصل. ويلا نشوف الصوره. الالف شرطه سالب 1 وسالب 2، نصيب مين الاول يا دكاتره؟ احنا عملنا قاعده كويس، يبقى التمثيل يبقى كويس. سالب 1 يبقى الافق الاول، مالناش دعوه بده دلوقتي. سالب 1 اهو، وانزل قصاد السالب 2 اكس صغيره واسميها الف شرطه. الب شرطه سالب 5، نصيب الافق الاول سالب 5 اهو، وبعدين انزل عند قصاد السالب 2 سالب 5 قصاد السالب 2 واعمل اكس واسميها ب شرطه. الجيم شرطه سالب 3 وسالب 5، سالب 3 وانزل قصاد السالب 5 واعمل الجيم شرطه، واوصل بايه؟ بالمسطره، واسمي دي الصوره بتاعتي. بص المنظر شبه المنظر اللي فات، انعكاس في نقطه الاصل. بتلاقيه كوبي من بعض، يعني ما تلاقيش بقى لا مثلث كبير ومثلث صغير ولا شكل مختلف. يبقى احنا اتفقنا مع بعض طول ما احنا ماشيين واحده واحده باذن الرحمن، وعمرك ما هتغلط. انا دلوقتي عملت القاعده صح وحفظت القوانين ووقفت الفيديو، حفظت انعكاس على السينات الصادات نقطه الاصل ما خدش الا اربعه، ودوران بزاويه 180 يكافئ انعكاس في نقطه الاصل، حفظت القوانين وعملت جدول بما يرضي الله، واشتغلنا بالجمله مش بالقطاعي، السينات بثبت السين كلها وغير الصاد، وعملنا جدول صح. روح مثل بقى صح، يعني نصيب الافقي الاول وبعدين نصيب الراسي. كويس. انا ما خدتش الا اربع امثله، هنزل لك على الجروب بتاع الواتس بتاعك واجبك ايه؟ يعني برضه هاخد حاجات لطيفه وبسيطه. المهم دقتك في شغلك. اول ما هتيجي ان شاء الرحمن هشوف شغلك عامل ازاي. طيب احنا كنا اتكلمنا على، يعني بستاذن المنصه المحترمه، هقول كلمتين صغيرين. احنا طبعا الحصه بتاعت يوم السبت اللي هي الموافق اول رمضان، انا حبيت ان انا يعني اعمل لكم كده كادو صغير، ان هيبقى هي المنصه يعني هتنزل بتاعتك يوم الجمعه، فما فيش يوم السبت. يوم السبت هي نفسها المنصه بتاعت يوم الجمعه، انما هكلفك بواجب ان شاء الرحمن بمجرد ما هتعمله. هشوف الواجبين بتاع واجب يوم الثلاث وواجب يوم الجمعه بتاع المنصه باذن الرحمن يوم الثلاث. يبقى احنا يوم السبت مأجزين، هناخد الحصه بتاعتنا اللي هي المنصه دي نفسها، يعني مش هعمل حصتين، هي حصه واحده بس، هنزل لك واجب عليه. الواجب يكون دقيق، شغلك يكون مظبوط، وكل عام وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.